انتحال المباشر. اوكي خذ راحتك، انتحال المباشر خذ راحتك. انت برضه اغلق هذه لغايه لما نبدا. اغلق التليفون لغايه لما نبدا. قبل ما نبدا بشويه، قبل ما تبدا بهنا قول لي الميكرو عقدتي لك ولا عقدتي؟ اه اوكي. إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرتيل. متابعينا الكرام اليوم بطبيعة الحال نستضيف من خلال هذا المباشر مصري عايش في المغرب هذه مدة طويلة، وبطبيعة الحال فمن يعني ما نسميوهش من غرائب الصدف، ولكن هو حر يعني في التشجيع ديالو، فهو غادي يشجع فريق الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وبطبيعة الحال فهو يعني مشجع للإسماعيلي المصري، واليوم فهو في النهائي غادي يكون كيشجع الوداد البيضاوي. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر مع الصحفي المقتدر رزق. وشكرا جزيلا اولا على الاستضافه ديالك، جيتي لعنا يعني عناء السفر من مدينه المضيق باش تجي لعنا حتى المرتيل، فشكرا مره اخرى ومرحبا بك في قناه شوف تي في قناه الشعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا الكرام في كل مكان في بلادنا الجميلة من العراق شرقا وحتى موريتانيا غربا، ودائما في القلب فلسطين الحبيبة. أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل حب. هنا المملكة المغربية، هنا مرتيل الجميلة المتأنقة المتألقة بجمالها وهدوئها وبحرها ويعني كل ما فيها. مرة تانية بشكر الصحفة أيضا البديع أخويا البشير على الاستضافة، ونحن على بعد أمتار قليلة من المباراة الأهلي والوداد، باعتبار أن الأهلي هو صاحب الأرض في هذه المباراة. لكن قبل الولوج أو قبل الدخول في تفاصيل ويعني موقفي أنا بالنسبة لهذه المباراة، بشكر والله مرة تانية يعني الشعب المغربي على أنا رجل عندي جولاتي وصوالاتي كثير الحمد لله في كل مناطق المملكة، بما إني يعني ممكن أقول ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي. عندي صفحة يعني المغرب بعيون مصرية على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وأيضا على تويتر وأيضا على التيك توك، والحمد لله رب العالمين يعني كل ما ألقاه من حب وكرم ويعني حسن الضيافة، يعني غني الواحد بالفعل في حاجة إلى كتاب، بحاجة بالفعل أن أكتب كتاب عن ضيافة وكرم وطيبة هذا الشعب. لسه جاي حالا وأنا جاي من الطريق من المضيق إلى هنا مرتيل، التقيت بأستاذ أنيق للغة الفرنسية، فبنتكلم قال لي المغرب، استوقفتني هذه العبارة، قال لي المغرب قرآن أو كالقرآن، فاستغربت أنا من هذه العبارة. كيف يعني؟ احنا كنا بنتكلم على يعني نقول إنسانية الشعب المغربي واستضافته للأجانب وحبه للآخرين، و يعني ما فيش عنصرية، ما فيش مثلا يعني تزمت لطائفة ما، العربي وسط الأمازيغي والأمازيغي يحب العربي، والحمد لله رب العالمين نسيج واحد يجمعهم تراب واحد وجغرافية واحدة وثقافة عميقة جدا اختلط فيها الأمازيغية مع العربية مع الإفريقي مع كل الحمد مع الإسلامي، والحمد لله لا تجد إطلاقا هنا تفرقة. فقال لي المغرب كالقرآن، قلت له إزاي؟ قال لي نحن في القرآن نؤمن بكل الأديان. احنا كمسلمين في قرآننا يحثنا على الإيمان بكل الأديان. نعم، قال لي أيضا المغرب يحب كل الأعراق وكل الأجناس، والمغاربة مضيافين. فبصراحة الكلمة بالفعل يعني استوقفتني كثيرا، ومن ثم أشكر هذا الأستاذ أو أستاذ الكريم إذا كان يستمع إلينا الآن. أنا بالنسبة لي عاشق للدولة المغربية، عاشق للتراث المغربي. الحمد لله أينما كانت هناك مثلا مهرجان أو يعني لقاء ثقافي أو فنون، كنت في أحواش من حوالي تقريبا يوم 10 و11 و12 في ورزازات. كانت ليالي جميلة هناك، بديعة جدا، وسط الأمازيغ، وسط الأهازيج والفلكلور الأمازيغي البديع الذي يؤثرني كثيرا والله. اللباس والأصوات والطبول، وحتى العرقات، الحبات العرق التي يعني كنت أراها تتصبب من جبين الراقصين والراقصات الذين أصروا وجاءوا من مناطق بعيدة عن ورزازات، جاءوا ليرسموا لوحة وطنية بديعة، وإصرار على الحفاظ على فنون أحواش. أيضا بعدها ذهبت إلى مراكش، ويعني الحمد لله ألتقي أو أذهب أينما كان هناك في فن أو 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 ملتقى سياسي مثلا أو ملتقى ثقافي في الحمد لله في التراب المغربي. فأنا لله الحمد يعني أدين بالفعل، أدين هذا الشعب بحب وافر، وأعيش بأمن وأمان هنا. ومن ثم يتساءل البعض كيف تشجع الوداد ضد النادي الأهلي. أنا مش عايز أقول كلمة ضد دي عشان خاطر يعني نحن لسنا في حالة حرب، يعني إحنا مسألة مباراة كرة قدم، وإن شاء الله في الآخر يعني نقول مبروك للوداد، يعني مبروك لمن يكسب. وطبعا أتمناها ودادية. السنة اللي فاتت كنت أنا حاضر في قلب المركب محمد الخامس في المباراة النهائية اللي فاز فيها الوداد 2-0، وكان طبعا السيد الرجراجي على رأس يعني مدرب نادي الوداد. طبعا السنة دي الأمور تختلف قليلا، لكن مش كتير قوي. يعني بمعنى ايه، البعض ظن بعد ماتش صن داونز ان الوداد خارج خلاص المباراة النهائية، ولكن دايما وابدا شخصية البطل بتظهر في مثل هذه المواقف. شخصية الفريق البطل بتظهر في مثل هذا المواقف. ذهب الوداد إلى جنوب أفريقيا، وظن الكثير أنه سيخرج لا محالة، تقريبا 85% من كل النقاد قالوا أن الوداد خارج المباراة النهائية. وإذ برجال الوداد ينتفضوا ويعبروا بالفعل أن الكرة المغربية حاضرة، وأن وصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم ليس وليد صدفة. يجب أن نؤمن تماما أن الوضع هنا في المغرب بشكل عام ليس حتى في الكرة فحسب. احنا شفنا من أسبوع تقريبا أو 10 أيام جلالة الملك محمد السادس خرج وأبهر العالم حينما أعلن أن المملكة المغربية، هذا كله في سياق واحد، عشان كلها مربعات، يعني مربعات إذا قربناها إلى بعضها البعض. الطريق من ورزازات، عفوا من مراكش الى ورزازات، هناك اعمال جباره في منطقه تشكا لتوسعه الطريق، لمزيد من السياحه، لمزيد من الاستثمار في ما بين المدينتين الكبيرتين، مراكش عاصمه السياحه في المغرب بل وفي العالم كله، وايضا ورزازات المدينه الناشئه، المدينه الحديثه، مش الناشئه عفوا، يعني التي ايضا بدات تاخذ مكانه لها في الكعكه السياحيه العالميه. ومن ثم ايضا ثم ناتي الى كمان الى الحدث الذي ابهر العالم، والكثير جدا اثار اللغط. كيف بأن المغرب تصنع سيارتين؟ لا أقول أمام العالم كله أن المغرب قادر لعدة أسباب، اسمحوا لي يعني أن أنا أخوض فيها. السبب الأول حينما يخرج جلالة الملك محمد السادس ويقول صنعنا، وحينما تخرج المؤسسة الملكية وتقول صنعنا، فهم بالفعل صنعوا. المؤسسة الملكية وجلالة الملك محمد السادس لم أعهد عليه خروجا يوما ما بأن خرج بما ليس بالحقيقة، يعني من أجل البهرة. لا يعني لماذا سيخرج جلالة الملك محمد السادس للبهرجة؟ هل يريد مثلا مزيد من الأصوات؟ المغاربة إذا فتحت صدورهم تجد جلالة الملك محمد السادس جالس في صدور وقلوب كل المغاربة بلا منازع. ومن ثم لماذا سيخرج الرجل بحثا عن البهرجة أو مزيد من التصفيق؟ الكل يحبه والكل مجمع أن الخيمة التي تجمع كل المغاربة هي خيمة الملكية المغربية التي الكثير الآن من أهل الشرق يحسدون المغاربة على هذه الخيمة، وهي المؤسسة الملكية وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس، والسياسة المتأنية التي كثيرا يعني تعجبني كثيرا، يعني كرجل أقرأ في التاريخ أو أقرأ فيما يعني في استشراف المستقبل. وبالتالي السبب الأول لأني صدقت بالفعل، البعض شكك من أهل الشرق كيف للمغرب أن تصنع سيارة، عفوا عدة أسباب. السبب الأول عندما يخرج جلالة الملك محمد السادس ويقول صنعنا، فأصدقه أنهم صنعوا، لأنه لم أعهد عليه يوما ما أن خرج لمجرد يعني البهرجة الإعلامية أو كما نسميها في مصر الفنكوش. ورأينا أمثلة كثيرة جدا لزعماء أو رؤساء دول خرجوا بفناكيش أو ببرامج إعلامية، وحينما بحث وحينما تم التدقيق وجدنا أن هذه الأمور كلها لا أساس لها من الصحة. هذا أول سبب. السبب الثاني أن المملكة المغربية الظرف السياسي الآن الذي تعيشه مع المناكفة التي يعني تأتينا من الجوار الجزائر، في اعتقادي أن الدولة المغربية لا يمكن بمؤسساتها أن تغامر بقيمة المؤسسة الملكية ويخرج ويقول أن عندنا صنعنا سيارة وهو لم يصنع بثام. وبالتالي الظرف السياسي الآن الذي تعيشه المنطقة خاصة بين عفوا المغرب والجزائر لا يسمح أن هو يتم يعني نقول تمرير مثل هذا الأمر، يعني بشيء لم يحدث بالفعل. الأمر الثالث وهو أن النهارده الأيدي العاملة المغربية أصبحت الآن على دراية كبيرة جدا، وما شاء الله أنا شخصيا كده لو رحت وجلست أمام المنطقة الصناعية في الصبح غدا مثلا في أول يوم الاثنين، وجبت كرسي وجلست أمام المنطقة الصناعية اللي في مدينة طنجة أو في ميناء طنجة ميد، هاجد عشرات الآلاف من الأيدي العاملة والفنيين والخبراء والميكانيكيين والكهربائية وكل أنواع العمال التي من شأنها بالفعل مش تصنع سيارة. أنا أقولها أمام الجميع، هو النهارده المغرب صنعت سيارة، انتظروها أن تصنع قطار قريبا، ولا أستبعد إطلاقا أن نجدهم فوق القمر. إذا هذه ثلاث الأسباب. السبب الرابع أن القرب المكاني ما بين المغرب وأوروبا، وهناك أيدي عاملة فنية مدربة في كل تقريبا دول أوروبية دلوقتي، في إيطاليا وفي فرنسا وفي أسبانيا وإنجلترا، ومن ثم هؤلاء فنيتهم عادوا بما يحملونه من فكر إلى البلد الأم، ومن ثم استثمروا في صناعة السيارات. إذا إلى جانب آخر شيء يعني أو آخر أمر، أن المغرب لديها باع طويل في صناعة السيارات. شوفوا مثلا صناعة سيارة داسيا وغيرها، وأيضا صناعة الطائرات التي يعني كما قال السيد الوزير الصناعة مؤخرا أنه لا توجد طائرة في العالم دلوقتي تطير إلا وبها جزء صنع بأيدي مغربية. إذا لهذه الأسباب المغرب بالفعل حينما يقول صنع فهو صنع. الأمر الأخير يعني هل الآن مثلا المغرب بمعزل عن العالم؟ إذا لم يكن المغرب قد صنع وهو واثق مما صنع، هو يعلم تماما أن هناك مؤسسات بحثية ومجلات بحثية علمية يمكن أن تنقب وتبحث في صحة هذا الخبر، ومن ثم يصبح موقف المملكة يعني لا يحسد عليه. وبالتالي المغرب بالفعل صنع، ومن ثم نبارك مرة ثانية ومرة ثالثة للشعب المغربي، ونشكر جلالة الملك على ماذا؟ على دعمه للصناعة الوطنية، على دعمه لكل ما هو وطني، سواء بقى في الكورة وسواء في الصناعة، وإن شاء الله يا رب مزيد. تفضل. واش هذه الأسباب اللي جعلتك أنك يعني تكون مشجع للوداد والمنتخب الوطني للكرة الوطنية؟ بطبيعة الحال أنت لما ما تعيش في بلد تعيش في بأمن واستقرار، ما تعيش في بلد ما فيش فيه مشاكل اقتصادية، تخرج بره تجيب الخبز بالليل بالنهار، الخبز موجود، كل الحمد لله كل السلع موجودة، ما فيش فيه زحام، ما فيش فيه مشاكل، ما فيش فيه يعني أنا آسف الآن احنا في مقهى هنا أو في هذا المكان لم نستمع مثلا إلى صوت مثلا موسيقى عالي أو مثلا سيجارة. أليس هذا كله جماليات، كلها جماليات تجعل الإنسان يعشق هذا الوطن؟ أنا بقفل باب بيتي وأنا مطمئن أن هناك رجال الأمن الحمد لله رب العالمين، من أصغر رجل إلى أكبر رجل سيرون على أمن هذا الوطن. لما أعيش في بلد كل يوم الحمد لله أشوف فيه نهضة وفي تقدم وفي استقرار وفي تنمية، أيضا لما أعيش في وطن أنا بعتبر وطني النهارده 6 سنوات يا أستاذ بشير، 6 سنوات و8 أشهر و4 أيام، ومن ثم الحمد لله أرى أن هناك تقدم. يعني مؤخرا في تقرير لمصادر الدخل او عفوا نقول الدخل الفرد. المغرب ياتي ثامن دوله عربيه بعد دول الخليج، فمن ثم اذا قارنا سكان المغرب بالدخل المغربي نجد انها انا اعتبرها كده ان هي اول دوله عربيه حتى تسبق السعوديه وتسبق قطر وتسبق الامارات. لماذا؟ لان دخل المغرب يأتي من حاجة اسمها القيمة المضافة التي يضيفها العامل المغربي والصانع المغربي للمنتج المغربي أو للمدى الخام المغربي، بخلاف الدول الخليجية. الدول الخليجية عندها نفط ومن ثم تصدر النفط يأتيها عائد، وبالتالي ما فيش قيمة مضافة بخلاف الفرد المغربي. إذا الحمد لله رب العالمين. هذا ما يعني مش ان انا اشجع الاهلي او اشجع مثلا يعني عفوا لا اشجع الاهلي واشجع الوداد، لا طبعا انا ايضا كمان علاقتي بالاهلي منذ يعني بعيده جدا. انا كاسماعيلاوي بيننا وبين الاهلي للاسف نقول خلافات طبعا كرويه يعني بعيده جدا وممتده. يمكن انا كراجل مشجع قديم للاسماعيلي لا اشجع الاهلي اينما كان، يمكن حتى باستثناء كده محطات قليله جدا اللي شجعت فيها الاهلي. لكن إذا لعب الأهلي مع أي مكان طبعا هنا في المغرب يعني سواء مع أنا كنت على فكرة برضه كنت في ماتش الرجاء، في الماتش قبل الأخير، الماتش هذا الأخير دوت، كنت أيضا في المركب محمد الخامس وشجعت كنت في قلب الجمهور الرجاء البيضاوي، وإن شاء الله تعالى سأكون أيضا حاضرا بحول الله تعالى في المباراة القادمة. بالنسبة بقى نيجي بقى لجو المباراة. طبعا اتحاد الكرة الجامعة الملكية المغربية يعني علامه بيضاء جميعا والله على ما قدموه للكره المغربيه وللكره العربيه ولكره العالم الثالث بشكل عام يعني، والافريقيه المركز الرابع. تخطيط جيد جدا في ملاعب قرب موجوده في كل مناطق المملكه. انا ازور يعني حتى بوادي كمان فيها ملاعب. انا كنت مثلا في بنيونش، وكنت مش عارف في سيدي قاسم، وكنت في بوزنيقه، وكنت سبحان الله العظيم ملاعب القرب في كل مكان. ومن ثم هذه الملاعب بشكر بالفعل الجماعه الملكيه واشكر كل من ساهم في انشائها، لانها بتفرغ لنا هؤلاء الاجيال. احنا شفنا كمان مؤخرا المنتخب المغربي كان في يعني قاب قوسين او ادنى للتتويج بالبطوله الافريقيه مؤخرا في الجزائر. ومن ثم ما يحصل الان في الكره المغربيه ليس وليس صدفه بالصدفه، بل العكس. انا اقول يعني للدول التي تحتاج الى دراسه يعني او نقول ايه تنميه المجال الكروي او الرياضي عندها، فليأتوا للمغرب ليتعلموا من الجماعة الملكية بشكل خاص وكل الرياضات بشكل عام. إذن كنت أتمنى على الجماعة الملكية المغربية ده طبعا رجاء يعني أن تؤجل ماتش الوداد غدا مع اتحاد التطواني. الوداد بيمثل المغرب. اذا كان الجماعه الملكيه انا يعني اعتب عليها، فانا اقدم الشكر للسيد وليد الرجراجي الذي استثنى لاعبي الوداد من الانضمام او الالتحاق بالمعسكر الكروي سالما طبعا، اقصد يعني اللعيبه يعني سالمين ان شاء الله، سالمين بصرف النظر عن النتيجه يعني، حتى يكونوا في اسد يعني في مستعدين لملاقات الاهلي في القاهره بحول الله تعالى الماتش المرتقب يوم الاحد القادم. طبعا بالنسبه للمباراه طبعا ما فيش كلام او ما فيش يعني شك ان المباراه قويه ومباراه صعبه للوداد في الجمهور النادي الاهلي. النهارده الاهلي بيحث اتحاد الكره المصري والامن المصري على ان يصل حجم الاستاد الى يعني جمهور حضور الجمهور يعني الى نهايته الى اقصى سعه للاستاد. حتى الان لم يرد لا الامن المصري ولا اتحاد الكره على طلب النادي الاهلي. النادي الاهلي ايضا لديه غيابات عند تقريبا اثنين الحراس الشناوي وايضا صبحي ايضا من يعني هناك احتمال يكون احدهم غائب في المباراه القادمه. اذا كان صح ايضا نادي الوداد عنده غيابات، عنده غياب سيد او اللاعب حسين بن عياده، لكن ان شاء الله تعالى يلحق بالمباراه مباراه النادي الاهلي في القاهره بحول الله تعالى. بالنسبه للمقابله كتشوف المقابله عندكم صعيبه يكون فيها ضغط جماهيري، انت سبق لك يعني تفرجتي في مصر شفت الاجواء كيف غادي تكون الاجواء اللي عندكم في محمد الخامس هي نفس الاجواء اللي غادي تكون في الصف ديال القاهره؟ بطبيعه الحال جمهور النادي الاهلي جمهور كبير ما فيش كلام، وايضا جمهور يعني بيعشق النادي الاهلي حتى النخاع. كما هو الحال لجمهور ايضا الوداد. وفي اعتقادي يعني لو ان الامن يعني الامن او اتحاد الكوره فتح يعني سمحوا لحضور كامل لساعه الاستاد اللي ستقام عليه المباراه، سيحضر اذا كان مثلا 50,000 سيحضر 50,000 او اكثر. النادي الاهلي معروف طبعا بجمهوره ومعروف بشعبيته ليس في مصر فحسب بل في العالم العربي، لكن ان شاء الله انا من خلال معطيات مباراه صن داونز ايضا كان صن داونز كان حاضر جمهور ضخم جدا، وكان خلاص يعني كل مؤمن او متصور ان المباراه خلاص زازت او صن داونز وصل للنهائي. لكن رجال نادي الوداد كان لهم كلمه اخرى خلاف كل التوقعات وخلاف تقريبا الجمهور الغفير جدا الذي حضر، ومعروف ملعب نادي صن داونز ملعب الرعب كله هناك. لكن لاعبي الوداد تمرسوا في مثل هذه المقابلات ولديهم يعني رصيد كبير جدا من المباريات الدوليه، ومن ثم في اعتقادي يعني جمهور النادي الاهلي لن يمثل يعني عقبه كبيره للاداء ان شاء الله البطولي المنتظر لهم في المباراه القادمه. الماتش ديال الاياب واش غادي تفرجوا حتى انت غتكون حاضر في الصف ديال محمد الخامس؟ ماتش الاياب قبلها بيومين ان شاء الله تبعت الحال قبلها بيومين حتى اتابع مثلا تمارين النادي الاهلي اذا كان يعني نشوف مثلا، ثم نكون في المباراه بحول الله تعالى. للعلم بس يعني للذكرى السنه اللي فاتت لما كان المباراه النهائيه كان حاولت ان انا ادخل مع جمهور الوداد وذهبت الى الضابط قال لي انت مصري ما اقدرش تدخل مع جمهور الوداد، لازم تروح جمهور النادي الاهلي. وبالفعل اضطريت اضطرارا ان ادخل جمهور الاهلي، لكن اخذت كده اخذت اقرب مكان لجمهور نادي الوداد كان الذي يفصلني وبينهم البراج او اللي هو الحديد ده حتى اكون يعني مثلا بجوارهم، والناس استغربت لكن ما حدش الحمد لله يعني. يعني الشرطه المغربيه من معلومه باش تخليك تكون مع الجمهور. اتمنى ذلك والله لان طبعا انا يعني بحب طبعا ان شاء الله الوداد يعني يكسب بحول الله، واتمناها حتى تكون ان شاء الله البطوله الثانيه على التوالي. وحتى ايضا نقول يعني لافريقيا والعالم كله ان اذا كان المنتخب المغربي يعني حصد المركز الرابع بل بالعكس كان من حقه يعني يكون في المباراه النهائيه، لكن هناك بقى يعني هناك طبعا شفتوا ما جرى في ماتش فرنسا كان شيء محزن وشيء مخجل والله للكره العالميه. لكن هكذا هي الكره ايضا مثل السياسه فيها دهاليز لا أن نصل إلى أو نحل ألغازها إلا بعد فترة من الزمن. لكن المغرب على كل حال شرفنا، وأيضا إن شاء الله تعالى سننتظر الوداد بحول الله تعالى ليرفع الكأس ونكون إن شاء الله حاضرين بقى في ساحة الأمم هناك في الدار البيضاء نحتفل مع الجماهير الألوف المؤلفة التي رأيناها في العام الماضي. أيضا إن شاء الله نكرر نفس الاحتفال في هذه السنة بحول الله تعالى. الوداد واش ما كتشوفش عندها امتياز أن هذا العام النصف الأول من النهائي ديال دوري أبطال أوروبا خارج الديار والنصف الثاني تلعبوا هنا في الدار البيضاء؟ بطبيعه الحال هو هذه احتراما هذا يعني اتحاد الكره الاول الكاف وضع نظاما كان من حظ الوداد ان تكون مباراه نهائيه هنا في الدار البيضاء. وطبيعه الحال جمهور الوداد سيكون حاضرا بقوه، وانا عارف طبعا كم هو بديع في اهازيجه. انا بالنسبه لي يعني ما استمع جمهور الوداد وجمهور نادي الرجاء عشان برضه يعني اكون منصف لديهم لوحات فنيه. انا يا استاذ بشير بتعجبني جدا واستوقفني كثيرا اللوحات الفنيه التي يرسمها جمهور نادي الوداد، وايضا الاغاني البديعه اللي ما فيش فيها سباب. انا كنت مثلا يعني بعد الماتش اللي احنا شفناه في الجزائر وللاسف السباب الجماعي لم استمع، هذه شهادة حق يقولها امام من يستمع الينا الان او يشاهدنا، يعني لم استمع يوما ما ان جمهور مغربي سب او خرج عن النص لاتجاه اي حتى قضيه من القضايا العربيه او اي شعب عربي. ومن ثم كل الشكر بالفعل والتحيه للروح الرياضيه التي يتحلى بها جمهور الوداد وجمهور ايضا الرجاء والجمهور المغربي حتى في مثلا ماتش البرازيل والمغرب كان ايضا مثاليا. ومن ثم اذا كان بقى يعني الوداد سيلعب المباراه النهائيه هنا في الدار البيضاء فاعتقادي هيكون لها يعني ان شاء الله دفعه قويه جدا، حتى نبارك ان شاء الله لجمهور الوداد وإدارة نادي الوداد إن شاء الله تعالى، وأيضا اللعيبة ولأنفسنا بحول الله تعالى. واش ما كتشوفش بأن الوداد يعني من محاسن الصدق أن النتائج اللي حققها المنتخب الوطني المغربي وبالتالي فالمغرب هو اللي كيجر الرياضة على المستوى الإفريقي والعربي، غادي يكونوا عنده بزاف ديال المشجعين اللي كيشجعوا الوداد على عكس بطبيعة الحال النهارده الكرة المغربية يعني اكتسبت زخما كبيرا، مش الكره المغربيه فحسب، بل المغرب لما وصل للدور الاربعه كثير من دول العالم، كثير من سكان الكره الارضيه بداوا يبحثوا عن المغرب. لمن لم يكن يعرفها بدا يبحث عن المغرب، موقع المغرب، منتجات المغرب، سياحه المغرب، ماذا ياكل، ماذا يصنع، عادات هذا الشعب، ومن ثم بالفعل استطاع المنتخب المغربي ان هو يسلط الضوء على الخارطه، على السكان، على التقاليد المغربيه بشكل كبير جدا. ومن ثم ايضا لعيبه بقى الفرق المغربيه بتكتسب دلوقتي يعني نوع من الشهيق او النفس العميق جدا. نحن حصلنا على المركز الرابع، ومن ثم لماذا ايضا لا نواصل المسيره حتى لا يظن العالم اننا يعني مجرد يعني كده طفره كرويه ويعني خروج عن النص اللي معهود بالنسبه للبطولات الكبرى. لكن ايضا نحن حاضرون، شفنا احنا حتى في نادي كان الرجاء، ايضا الرجاء كان على موعد للوصول لكن ما قدرش ربنا. وشفنا ايضا في منتخبات حتى على مستوى حتى الالعاب الفرديه هناك ايضا انجازات مغربيه تتحقق في كل الالعاب الرياضيه، وكان حتى على الصعيد السياسي، حتى على الصعيد الاقتصادي. ومن ثم النجاحات التي تحققها المغرب ليست قاصره فقط على الميدان الرياضي. وبالتالي يا استاذ بشير، دعني اقول رب ضارة نافعه. الخلاف السياسي دلوقتي والاحتدام السياسي او الخلاف السياسي ليس اقل يعني ان شاء الله ربي ما بين المغرب والجاره، اعتقد ان هو اعطى نوع من نفس عميق جدا للشعب المغربي. نحن علينا ان نبذل كل ما لدينا من عرق حتى نقول للعالم كله وليس للجزائر فحسب، نحن امه عظيمه، نحن دوله مغربيه شريفه، ويجب على العالم ان يستمع الينا والى يعني ما ننتج وما نصنع. وشفنا معركه الزليج، شفنا مثلا معركه اي معركه سبحان الله يدخل فيها اي طرف من الاطراف يكون المغرب رابحا في هذه المعركه، خاصه في هذه الاونه. ومن ثم بشكر الجوار على انهم اكسبوا لنا مزيد من الحماس، مزيد من القوه، حتى يعني نؤكد لهم وللجميع اننا اصحاب الدوله المغربيه، اصحاب يعني صاحبه تاريخ عريق لا يمكن احد ان يعني يتجرأ عليه. او فقط انا لن اكمل، اعتقد ان الساده المشاهدين يعني يفهمون ماذا اقصد. بالنسبه لي كنت بشوف بان الاعلام المصري يعني ضخم المباراه كانها معركه، او الاعلام المصري يعني هذاك هو التوجه ديالو، هذاك هو القلم ديالو، عكس الاعلام المغربي اللي كيكون يعني متوازن وواقعي اكثر. هو عشان نكون برضه منصفين، الاعلام المصري 80% اهلاوي، 80% او 75% منه اهلاوي، و25% منه يعني 20% منه للزمالك، ثم 5% لباقي الفرق. نشوف بقى هنا في المغرب، لا هنا في توازن، في توازن حتى في توزيع البطولات يا استاذ بشير. مثلا الوداد مش كل سنه بيكسب البطوله، الوداد مش كل سنه باخد مثلا كاس العرش، الوداد مش كل سنه، لا هناك حتى في البطولات نفسها في نوع حتى من العداله الى حد ما. في نهضه بركان، في الفتح الرباطي، في الجيش الملكي، وفي الرجاء، وفي تطوان، وفي اذا الخريطه الكرويه هنا في المغرب. صحيح مثلا الوداد والرجاء هم الاكثر حظوظا، لكن هناك ايضا يعني فرق لها كل الاحترام، الجيش الملكي، الفتح الرباطي، وايضا المركب الفاسي والمحمديه وما شاء الله، وايضا نهضه بركان. عكس بقى عكس الاهلي والزمالك او عكس الكره المصريه. الدوري المصري للاسف يبدا، وقبل ان يبدا معروف لمن سيذهب هذه البطوله، قبل ان يبدا مثلا بست شهور الدوري القادم. اهو الان نحن على اعتاب نهايه الدوري المصري، والكل يعلم ان خسر الدوري ذهب الى النادي الاهلي، والدوري القادم والدور الماضي. اذا ما فيش يعني ما فيش توازن حتى في المنافسه. كذا ايضا في الصحافه والتغطيه الاعلاميه، تجد بالفعل كل الصحافه للاسف معظمها يتجه الى الاقلام، الى النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. ومن ثم يعتقد البعض ان هذه يعني زائده، لا هو كل الاعلام المصري الرياضي اقصد يعني هنا يهتم باخبار الاهلي، لانه ما فيش على الحجر الا النادي مين؟ النادي الاهلي. يعني هذه المقابله واش اللي فاز، قلت لك واش هذه المقابله يعني غتلعب في الجزء الاول ولا غادي تلعب في الجزء الثاني؟ نعم واش غادي تلعب غير يعني الماتش يعني غادي تلعب غير في المقابله الاولى ولا ممكن ان المقابله الثانيه يعني اللي غادي تكون حاسمه؟ طبعا خلينا نكون يعني الاهلي يتمنى يحسمها في الجوله الاولى كما حدث مثلا مع ماتش مع مباراه الرجاء والترجي التونسي. يتمنى طبعا النادي الاهلي انه يحسمها خالص وضربه قاضيه، لكن في اعتقادي ان نادي الوداد يعني استطاع بالفعل. شفنا احنا في ماتش مباراه صن داونز قدم مباراه رائعه جدا بين الشوطين، واستطاع ان هو يعني يروض لاعبي صن داونز المرعبين في سرعتهم والجمهور الغفير جدا كان حاضر. ايضا في اعتقادي هذه العوده من بعيد التي جاء بها نادي الوداد، العوده من بعيد اسميها كده، العوده من بعيد، واصبح الان هو في بين قوسين او ادنى للتتويج. اعتقد انها تديله دفعه قويه جدا جدا، هو ينظم صفوفه ويوزع مجهوده على شوطي المباراه النهائيه في القاهره وايضا ان شاء الله تعالى الدار البيضاء. رساله الوداديه الجماهير المغربيه. الجماهير الوداديه، انا حضرت كنت في ماتش الاهلي والوداد، عجبني جدا اغنيه هم هنا غنوها بيلوموا على جمهور النادي الاهلي ان كفى غرور، لاني انا شفت كنت انا اختلط يعني او دخلت ببعض جمهور النادي الاهلي، كان احنا جايين عشان نشيل الكاس، جايين عشان خاطر قبل ان تلعب المباراه بيوم يعني كنت حاضرا، وكأني خلاص النادي الاهلي جاي مثلا كده في فسحه كرويه امام الوداد. ومن ثم نظم جمهور الوداد اغنيه بديعه جدا، يا اهلي يا اهلي المغرور، انا مش فاكر طبعا كلماتها، الاهلي المغرور يعني كفى غرورا يعني، واعترف ان هناك ايضا كره دواره، ويوما لك ويوما عليك، وهذه الكره وجمال الكره في كده، في مش تبقى دايما تكسب ومن ثم لا قيمه لها اذا كان هناك نادي بعينه يعني يحتكر كل البطولات. وبالتالي جمهور الوداد هيكون ان شاء الله على الموعد، انا كعهدي به، وايضا سيكون عنده الروح الرياضيه كما ايضا كعهدي حتى بالجماهير المغربيه في عمومها، وليس في الجمهور النادي الوداد حسب، بل كل التحيه للجمهور المغربي من اقصاه الى اقصاه، كل الانديه كل جماهير الانديه لديها يعني لديها حصيله جميله جدا من الروح الرياضيه. حتى البعض يستغرب كيف انت تشجع النادي الاهلي ضد الوداد، هذه مش روح رياضيه، لا المساله مش كده خالص يعني. انا راجل اسماعيلاوي بشجع الاسماعيلي، وبيني وبين النادي الاهلي مسافه بعيده جدا جدا، ومن ثم وانا الان اصبح لي 6 سنوات هنا في هذه الديار، ومن ثم واجب علي بقى ان انا اشجع حتى المنتخب المغربي، ليس ضد طبعا مصر يعني خلينا نكون يعني منطقيين، لكن اشجع المنتخب المغربي اذا كان بيلعب في اي مكان على وجه الارض، وايضا الانديه المغربيه ايضا بشجعها، خاصه نادي الوداد ونادي الرجاء. ومن ثم رسالتي كونوا على الموعد ان شاء الله، مباراه تليق بنادي الوداد وبطولاته وبقيمته في على مستوى هنا الوطن المغربي وعلى مستوى قاره افريقيا، بل حتى على المستوى العالمي، وان شاء الله تعالى نشوف مباراه تليق بجمهور نادي الوداد اولا، ثم ايضا تشجيع مثالي يليق بسمعه اهازيج وجمال الروح الرياضيه لجمهور نادي الوداد. كلمة أخيرة، كل الشكر أنا دايما وأبدا أشكر رجال الأمن، وقد يعتبر هذا يعني الناس هذا خارج الكرة خالص، لكن من الذي يسهر على أمن هذا الوطن؟ هم رجال الأمن، من الذي يعني يجعلنا نتحرك في أمن وسلام في شرق البلاد وغربها؟ هم رجال الأمن، من الذي يسهر على أو الذي يؤمن دخول هذه الأعداد الضخمة جدا من الجماهير؟ أيضا رجال الأمن، من الذي ومن يسهر على حفظ المصانع والمزارع والمتاجر والمحلات والشوارع؟ هم رجال الأمن. كل التقدير، رسالة أولى يعني كل التقدير بالفعل لرجال الأمن الساهرين على رحمة وأمن هذا الوطن، وأيضا المرابطين هناك في الثغور في الصحراء المغربية، أيضا الساهرين على الأمن الوطن كله، والواقفين قلنا المرابطين في هذه الثغور. وأيضا كل الشكر لرجال الجماعة الملكية المغربية. نأتي إلى الشكر الأهم ونختم به لجلالة الملك محمد السادس الذي نقل المملكة المغربية من حال إلى أحوال في الصناعة والزراعة وكل مناحي الحياة، ومن ثم له كل الشكر والتقدير، وأيضا الدعاء لدوام العافية والصحة، اللهم أمين، وطول العمر. في النهاية لكل متابعي شوف تي في وكل بلادنا الجميلة، من العراق شرقا وحتى موريتانيا غربا، لكم مني كل حب وكل تقدير. كان معكم رزق المدني، ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب بالمغرب بعيون مصرية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. إذا متابعينا الكرام، يعني جات اللحظة اللي غادي نودعكم فيها. قبل ما نودعكم فيها فنتمنوا إن شاء الله أن الروح الرياضية هي اللي تحكم هذه المقابلة، سواء داخل الديار المصرية أو هنا بالمغرب بملعب محمد الخامس أو المركب الرياضي محمد الخامس أو دونور كما يحلو للبيضاويين تسميته. والإشارة في هذه المقابلة فهي فيها جوج ديال الماتشين، الماتش ديال الذهاب والماتش ديال الإياب بطبيعة الحال. فنتمنوا إن شاء الله نشوفوا كرة تليق بالكرة المصرية والكرة المغربية، ونشوفوا أهداف ونشوفوا مقابلة ممتعة. وحنا بطبيعة الحال فالفائز هو اللي غادي نصفقوا له، هو اللي غنشجعوا له بطبيعة الحال. فحنا غادي نشجعوا فريق الوداد البيضاوي، ومعنا الصحفي رزق اللي عاش في المغرب لمدة 6 سنوات بطبيعة الحال. فبالحكم أنه كيشجع فريق الإسماعيلي المصري، فهو اليوم غادي يشجع الوداد البيضاوي سواء في المباراة ديالو بمصر أو هنا بالمغرب، وغادي يكون حاضر من الصطاد ديال المركب محمد الخامس. داخل صح جمهور النادي، وكيقول بأنه عنده طلب أن السلطات المغربية خصوصا الشرطة أو الأمن خصها تسمح له باش أنه يكون متواجد مع الجماهير ديال الوداد البيضاوي باش يتمتع بالأهاجيز ديال اولتراس ديال الوينرز. كنا كثير، انا كنت حاضر كنت بشجع الوداد على فكره في ماتش الهلال النادي السعودي في كاس العالم للانديه، وايضا كنت حاضر ما بين الجماهير في الجماهير الوداديه في بالفعل الجماهير الوداديه في مباراتي ضد الهلال في مركب مولاي عبد الله بالرباط، واتمنى بالفعل يعني ان اكون ايضا حاضرا بين الجماهير في ان شاء الله تعالى مركب محمد الخامس بحول الله تعالى. ايا كانت المباراه اللي تلعب في القاهره ان شاء الله ساكون حاضرا، لان هذا واجب، اعتبره واجب يعني بحول الله تعالى. شكرا لك. إذن متابعينا الكرام، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإلى بث آخر إن شاء الله بطعم آخر بموضوع آخر بضيف آخر إن شاء الله.